مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تجسد مجد الكويت وتكرس كل جهودها من أجل مستقبل زاهر يبشر بكل إمكانات الرخاء. إن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هي هيئة كويتية حديثة يتركز نشاطها على القيم الوطنية وتنشد الإسهام في بناء أمة أفضل عن طريق الارتقاء بمستوى المواطنة الصالحة. Welcome to KFAS. We are privileged to occupy this magnificent headquarters, now fully restored following the invasion and functioning once again as a proud part of independent Kuwait. With a clear vision of the future and the importance of science to society, His Highness the Emir of Kuwait, who was then the Crown Prince, took the initiative and founded KFAS in 1976 by Emir decree. KFAS is sustained by contributions from Kuwait shareholding companies, public and private. In all the Gulf region, KFAS is the only institution that is not a government department, but rather is privately sponsored by shareholding companies. Funding is derived from the private business sector and is oriented toward the highest public service ideals. Sponsorship is purely voluntary. Businesses pledge to contribute 5% of their profits, which are given to KFAS without conditions. From the beginning, and certainly for the future, our purpose is to encourage and finance research and discovery in the natural sciences, as well as in engineering, health, food, sociology, economics, and other fields of science. In pursuit of our mission, we have achieved considerable success, and we have great work ahead of us here at KFAS. تتمثل الأهداف العامة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم التنمية الفكرية وإذكاء الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية العلم وإنجازاته، وهذا يؤدي إلى التحديث والتطوير في دولة الكويت نفسها بل وفي العالم العربي أجمع. إن المؤسسة لا تقوم بشكل عام بإجراء بحوث علمية، وإنما تحفز الباحثين على القيام بها عن طريق توفير التمويل اللازم لأبحاثهم. إضافة إلى ذلك، تقدم المؤسسة جوائز ومنحا مالية وتوفر منحا دراسية للطلبة، كما تقوم برعاية بعض الندوات والمؤتمرات العلمية. وفي هذا المبنى الذي تشغله مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يتم التخطيط لهذا العمل الكبير وتوجيهه والسير به قدما نحو غاياته. تشجيع ودعم وتطوير مشاريع بحوث وبرامج علمية، وذلك بالاشتراك مع المؤسسات العلمية الكويتية الأخرى وبالتعاون مع مؤسسات علمية عربية ودولية. وتولي دولة الكويت الأبحاث والاكتشافات العلمية والتعليم جل اهتمامها، لأنها ترى في ذلك أفضل استثمار من أجل المستقبل. وتؤدي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دوراً رائداً في إتاحة الفرص لمجتمع الكويت الذي ينشد التقدم والازدهار للاستفادة من الإنجازات العلمية الحديثة. وإيماناً من المؤسسة برسالتها الديناميكية، يتولى إدارة شؤونها مجلس إدارة يرأسه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت. ويتشكل المجلس من 6 أعضاء تنتخبهم الشركات المساهمة الكويتية لفترة عضوية تبلغ 3 سنوات. وتتكون المؤسسة من 8 إدارات إلى جانب رعايتها لشركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع. ويقود مسيرة المؤسسة نحو أهدافها المنشودة مديرها العام، ساعياً لتحقيق التزاماتها تجاه ثقافة المجتمع الكويتي وتنميته الفكرية. إنه يترجم نظرتها الاستثمارية بعيدة المدى إلى تطبيقات ونظم عملية. وتتخذ كل إدارة من إدارات المؤسسة مقراً لها داخل مبنى المؤسسة، ويقوم تشكيل كل منها
على أساس يتيح لها الوفاء بالمهام الخاصة المكلفة بها. فإدارة مشاريع البحوث مسؤولة عن توفير التمويل اللازم للعلميين القائمين بأبحاث علمية نظرية أو تطبيقية دعماً للهيئة العلمية الكويتية. ويتم في هذه الإدارة تحليل خطط الأبحاث المقدمة إليها، ويقبل منها ما يبشر بتحقيق عائد الاستثمار على المدى الطويل. وتشمل الأبحاث التي تقوم المؤسسة بتمويلها في الوقت الحالي بعض مجالات العلوم الصناعية والطب الإسلامي والعلوم الاجتماعية والسلوكية. فمثلاً قامت المؤسسة بدعم مجموعة أبحاث المكتبات بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير القراءة الآلية لنظام الفهرسة، بحيث تصبح الآلة قادرة على قراءة النصوص العربية. وتركز إدارة مشاريع البحوث بالتكليف اهتمامها على البحوث التي تستهدف التوصل إلى أنجع الحلول وأفضلها للمشكلات التي تجابه المجتمع الكويتي المتطور. وتقوم المؤسسة بنشر نتائج هذه الأبحاث وتضعها تحت تصرف الوزارات والمنظمات العلمية الكويتية المعنية. وتتنوع المجالات التي تركز عليها مثل هذه الأبحاث لتشمل تطوير نظام التعليم العام في الكويت، الإسكان الحكومي في دولة الكويت، ظاهرة عزوف الشباب الكويتي عن الدراسات العلمية، الإنتاجية في دولة الكويت ووسائل تحسينها، ترشيد الاستهلاك في دولة الكويت، الزراعة واستصلاح الأراضي. أما إدارة الجوائز فإن سياستها تعكس الأهداف العامة للمؤسسة التي تقوم على تشجيع العلماء والباحثين في الكويت والعالمين العربي والإسلامي. إن أهم جائزة تمنحها المؤسسة هي جائزة الكويت، وهي تخصص للإنجازات المتميزة في 5 مجالات رئيسية، هي العلوم الأساسية، العلوم التطبيقية، العلوم الاجتماعية والاقتصادية، الفنون والآداب، إحياء التراث العربي والإسلامي. وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة الكويت أكثر من 1,000,000 دولار أمريكي سنوياً. وتخصص المؤسسة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية جائزتين باسم هذه المنظمة، وتمنح في المجالين التاليين: الممارسة الطبية والفقه الطبي في التراث الإسلامي. أما جائزة معرض الكتاب العربي فإنها تشجع التأليف والترجمة، وتخصص 3 جوائز، إحداها لأحسن الكتب المؤلفة عن الكويت، والثانية والثالثة لأحسن الكتب في الإنسانيات وفي العلوم باللغة العربية. وهناك أيضاً جائزتان تمنحان لأهم عملين مترجمين في مجالي الإنسانيات والعلوم. كما تمنح المؤسسة جائزة لأحسن كتاب مؤلف للطفل العربي. وتخصص جائزة الزراعة التي تمنحها المؤسسة بالتعاون مع اتحاد المزارعين الكويتيين لأحسن بحث في مجال تقانة إنتاج المحاصيل الزراعية وتنويعها. وهناك جائزة أفضل بحث التي تمنحها المؤسسة مكافأة للنشر العلمي المتميز الذي يسهم في النهوض بالمستوى العلمي في الكويت، وهي من فئتين: إحداهما لأفضل بحث متميز في مجال العلوم، والأخرى لأفضل بحث متميز في مجال الإنسانيات. وقد أدخل حضرة صاحب السمو أمير الكويت جائزة جديدة، هي جائزة النشاط العلمي، بغرض حث أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت على نشر أبحاثهم وتحفيز الدراسات والبحوث التي تستهدف خدمة الكويت. كما أنشأت المؤسسة مؤخراً
جائزة خصصت للأبحاث والدراسات عن آثار الغزو العراقي للكويت، وذلك لتشجيع العلماء والباحثين على الإسهام في الدراسات التي تبحث في آثار هذا الغزو وطبيعة المرحلة التي أعقبت. تهتم إدارة الشؤون الثقافية والمؤتمرات بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات وحلقات الدراسة الدولية، وذلك لإفساح المجال أمام العلميين والمتخصصين للاحتكاك بزملائهم في العالم وتبادل الخبرات معهم، مما يسهم في اكتسابهم معارف علمية جديدة ويساعد في عملية نقل التقانة الحديثة إلى الكويت لتستطيع مواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم. كما أن من شأن هذه المشاركة أن تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه الكويت في المجالات العلمية على المستوى الدولي. كما تتولى هذه الإدارة تنظيم مشاركة الكويت في البرامج والاتفاقيات العلمية، وكذلك في البرامج التي توفر خدمات علمية وتقنية للشركات الداعمة للمؤسسة مقابل ما تقدمه هذه الشركات للمؤسسة من دعم مالي. وعلى سبيل المثال تنظيم حلقات دراسية للتدريب على الإدارة على مستويين: ورش عمل محلية للإدارة الوسطى، وحلقات دراسية دولية للإدارة العليا. وتسهم إدارة التأليف والترجمة والنشر في إثراء المكتبة العربية عن طريق تبني ونشر الكتب الجادة والقواميس والموسوعات في مجالات المعرفة المختلفة من أجل تحفيز استخدام اللغة العربية كأداة من أدوات التعبير العلمي. وتتنوع إصدارات الإدارة تنوعاً كبيراً تغطي 7 سلاسل، هي الموسوعات العلمية، الرسائل الجامعية، الكتب المتخصصة، الثقافة العلمية، المؤلف الناشئ، الكتب المترجمة، والتراث العلمي العربي. أما إدارة الثقافة العلمية فإنها تتيح للمجتمع فرصة اكتساب المعارف العلمية الأساسية، وذلك بنشر هذه المعارف بين أفراده، مما يحبب إليهم هذه المعارف ويشجعهم على اكتساب المزيد منها ويهيئهم بذلك للعطاء العلمي. وبذا تعتبر هذه الإدارة همزة وصل هامة بين المؤسسة وشعب الكويت. وتغطي الأنشطة الثقافية العلمية التي تنفذها هذه الإدارة مساحة عريضة من المجالات، تشمل إنتاج برامج علمية إذاعية وتلفزيونية، وتنظيم المسابقات العلمية، والمشاركة في مسابقات الأولمبياد الدولية في الرياضيات والكيمياء والفيزياء، وإنتاج ندوات تلفزيونية حول بعض القضايا العلمية الهامة، وإصدار كتب علمية مبسطة، وإنتاج أفلام علمية. وتمثل مجلة العلوم وجهاً مشرقاً آخر من أوجه الأنشطة الثقافية العلمية التي تقوم بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، فهي مجلة شهرية تصدر في الكويت برعاية المؤسسة، ويرأس جهاز التحرير فيها المدير العام للمؤسسة، ويضم هذا الجهاز نخبة من ذوي الخبرة في المجالات العلمية المختلفة. ومجلة العلوم هي في 3/4 محتوياتها ترجمة لساينتيفيك أمريكان الشهيرة، وتحظى مجلة العلوم الآن باعتراف عام بالدور الهام الذي تؤديه في نشر الثقافة العلمية باللغة العربية. والإدارة التي تؤدي دوراً أساسياً في كل ما تقوم به المؤسسة من أعمال هي إدارة الشؤون الإدارية والمالية، فهي تتعامل مع كل الإدارات الأخرى وتتفاعل معها في كل ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية،
وتقوم بمعالجة كافة القضايا الخاصة بهيئة العاملين في المؤسسة على اختلاف فئاتهم. ومن الإدارات الهامة بالمؤسسة أيضاً إدارة صيانة وهندسة المبنى، فهي تدعم بقية الإدارات، وذلك بتوفير أحدث الإمكانات والخدمات لكل أجنحة المبنى الحديث الذي تشغله المؤسسة. وقد أنتجت هذه الإدارة البرنامج الصوري المنوع وتبقى الكويت، وهو يعرض في بهو المدخل الرئيسي لمقر المؤسسة، وإعادة حقوقنا الشرعية. كما أن هذه الإدارة مسؤولة عن التخطيط للاحتياجات المستقبلية للمؤسسة. إن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشهود لها بإنجازاتها الفائقة، وتزداد حيويتها برؤاها وتطلعاتها المستقبلية، وهي تكرس جهودها للخدمة العامة من أجل شعب الكويت والعالم العربي. إن الخدمات التي تؤديها المؤسسة من خلال دفع عجلة التقدم العلمي تسمو بمستقبل الوطن وتثري الحياة الكويتية.